إحياء لثورة 17 من تشرين الأول، انطلقت مسيرة من ساحة الشهداء وتوقفت عند جسر الرينغ الذي كان محطة أساسية خلال التحركات الاحتجاجية، وتم رفع يافطة على جسر الرينغ كتب عليها جسر 17 تشرين، وتستكمل المسيرة في هذه الأثناء التي ستكون لها محطات عدة. أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث هاتفياً مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مسألة مكافحة فيروس كورونا المستجد حسب ما أفادت وكالة نوفوستي.